رجعنا لكم من الفاصل وإلى دمشق وتحديدا إلى سوق البزورية، وهو سوق تاريخي يقع إلى الجنوب من الجامع الأموي في دمشق. يضم السوق العديد من الخانات التاريخية والمباني والمتاجر التي تبيع مواد العطارة والزهورات الشامية والأعشاب التي تستخدم في الطب الشعبي العربي. ولهذا السوق شهرة عبر التاريخ. لنتابع المزيد مع كاميرا موبايل صديقتنا وعد حسون نصر من سوريا في فقرة حول العالم. حول العالم، أنا وعد حسون نصر من سوريا، تحديداً من الشام، من منطقة البزورية. مثل ما معروف أن البزورية السوق دمشقي قديم بتقع جنوب الأموي. طبعاً البزورية مشهورة بتسميات عديدة، منها سوق القمح التهناتي لأنه كان يصنع فيها أنواع الدهون مثل دهن اللوز، بالإضافة لسوق العطارة لصناعة العطورات الدمشقية من الورد البلدي، أيضاً بالإضافة أنه هي حاليا السوق للتداوي بالاعشاب والطب البديل. وخلونا نتعرف سوا على السوق البزوري نحن وانتو، ومنبلش بمهنه العطاره واللي مشهوره فيها البزوري، ولا بتقول البزوري كانك عم بتقول الشعب. سوق العطار، هذا السوق يعني مختص بتجارة الأعشاب والطب، اللي كان هو بالأساس طب أساسي قبل ما يوجد الطب الحديث، لأنه دمشق يعني كانت أول مدينة فيها مشفى للطب القديم اللي هو البيمارستان النوري، وهذا هلا صار طبعا متحف للطب والعلوم عند العرب. التداوي بالأعشاب له فوائد كثيرة، طبعا مفروض يكون اللي بده يعني زاوية هيك مهنة أو يعرف يكون يعني يعرف شو هي العشبة، شو فوائدها، شو ممكن إنه في كل أضرار. هذا الشيء طبعا منتج عن الخبرة وعن المعلومات، والشيء متوارث لأنه هون إجمالا كل شيء يعني مهنة هي متوارثة من الأجداد للأباء للأبناء. أعشاب طبعا متنوعة وكثيرة، في منها شيء محلي وفي منها شيء مستورد. هذا الشيء طبعا نتيجة كان من زمان، كان نتيجة انه وقوع الشام ودمشق على طريق الحرير، فهذا ساعد كثير بانه تكون هي عقدة وصل ونقطة متوسطة لتجمع كل شيء، نتائج من البضائع من اللي كان من آسيا او من اوروبا او من الوطن العربي. الشكر لقناة الفجيرة اللي عم تعرف على موضوع الحضارات وموضوع اللي بتشرق كل مدينة بشو تشتهر وشو الموجود فيها. شكرا لكم. العطارة والطب البديل، كمان الحلويات اللي بتضيف مناسبات عديدة مثل الولادات الحديثة، مثل أعياد المولد النبوي، الأعياد الميلاد، الأعياد الفصح. كمان في عنا البهارات اللي بتشتهر فيها سوريا واللي بتشتهر من مناطق عديدة. ما وقف سوق البزورية على هيك، كمان عنا صناعة الشموع، الكريمات اللي بتستخدم والزيوت بالبزورية، يعني متكامل. اسمه البزورية هو رسالة دمشق. هون سوق البزورية من أقدم الأشياء
الأسواق بالعطور والعقارة والقلوبات والسكاكير، وإحنا هون بنعتمد بالعطورات تبعتنا على العطورات البلدية والشامية بالأخص، مثل الياسمين الشامي، الورد البلدي، النرجس، الفل البلدي، الزنبق، هذه أكثر اعتمادنا، والمسك والعود والعنبر، يعني هدول أكثر اعتمادنا بما إنه سوق شعبي وقديم جدا. ولكم الشكر لقناة الفجيرة. على سوق البزورية بمنطقة دمشق، هذا السوق العريق اللي ما بس بيحتوي على خانات وأبنية قديمة، بالإضافة إنه بحيط فيه أو بجانبه بقع منطقتين عمرانيتين أثريتين وعريقتي المنشأ، مثل خان أسعد باشا العظم، بالإضافة لحمام نور الدين الشهير. طبعا سوق البزورية هو رسالة من سوريا للعالم، ما في سائح إجا على سوريا إلا وإجا على البزورية وتعطر بالعطور الدمشقية، وما في حتى أن فاقت العطورات الفرنسية، وكانت رسالتنا للعالم أنه نحن سوريا دائما منصدر الحلو ومنصدر الشيء البلدي، بنعرف عن أمجادنا. كل الشكر لقناة الفجيرة مطلع الشمس، وبتمنى تكون فقط حول العالم عم تعرف عن سوريا وعن رسالة ثقافات لكل العالم.